بسم الله الرحمن الرحيم. أصاب الله مساءكم جميعا والزملاء والزملاء. هذا المؤتمر لنضعكم في صورة ما يجري، ما جرت الأول الأخيرة وما جرت الخمس الأولى، وخصوصا باستشهاد شهيد الوطن شهيد الواجب العقيد عبد الرزاق التلابير نائب مدير قوة الأفعال، وهو يقوم بواجب ميداني توجيه كوادر لحفظ الأمن على الطرق ومنع الاعتداء عليها وعلى المرء هذا الحادث يمثل رفعا للسلاح في وجه الدولة، وجرت بالترافق مع هذا مضاها لإثارة الفوضى والتخريب في بعض الأماكن. نتابع نحن دعوات التحريض سواء ميدانيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا، ستواجه القانون أيضا في هذا المجال. الآن أترك الحديث لمعالي وزير الداخلية ثم من بعده لعطوفة مدير الأمن العام. تفضل معالي الوزير. شكرا. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أنبياء الله الطيبين الطاهرين. اسمحوا لي في البداية أن أترحم على زميلي العقيد الشهيد عبد الرزاق الدلابيح اللي استشهد ليلة الأمس وهو يقوم بواجبه في منطقة الحسينية. الشهيد عبد الرزاق لم يكن في الحسينية لحماية أملاكه الخاصة، ولم يكن في الحسينية لحماية عائلته، وإنما كان في الحسينية لحماية أهلنا في المنطقة، لحماية أسرهم أطفالهم، لتأمين ممتلكاتهم، لتأمين الممتلكات العامة، لينام الطفل والمرأة والشيخ والمريض آمنين. إلا أنه تلقى رصاصة غادرة من يد غادرة في لحظة تجاهل فيها الغادر كل معاني الإنسانية والوطنية، وبالتالي ذهب عبد الرزاق رحمه الله شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مع الأبرار والشهداء في عليين. الجريمة بطبيعة الحال لن تمر بدون عقوبة. الأجهزة الأمنية تبذل كل الجهد لضبط الجاني وبالسرعة الممكنة. جلالة سيدنا يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد الزميل عبد الرزاق وتوجيهاته أن يتم ضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة. إخواني، الأمن العام ومنذ بدء الاعتصامات المتعلقة بالشاحنات أو النقل العام تعامل بكل انضباطية مع الحدث، ولم يتعرض لأي معتصم سلمي، ولم يتعرض لأي وقفة احتجاجية، إلا أنه شهدنا خلال الأيام الماضية تطور كبير في أعمال العنف انتهت إلى مقتل زميل عبد الرزاق وإصابة عدد من زملائه. هذه الأعمال العنيفة شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية، إضرام النار بمؤسسات خاصة، يعني 48 عمود كهرباء في معان ألقي على الأرض، وقطع التيار الكهربائي عن عائلات في البيوت، بعضها مريض ومرض يتطلب أيضا وجود الكهرباء. ما هو ذنب هؤلاء الناس؟ شو دخل الاحتجاجات على أسعار المحروقات بأنك تقطع طريق وتكسر زجاج شاحنة وتكسر زجاج باص وتحرق مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوقع عمدان كهرباء وتقطع الكهرباء عن مناطق ليس فقط في معان ولكن أيضا في مناطق أخرى شملتها الاحتجاجات؟ الحكومة تعي تماما صعوبة المعيشة اللي يعانيها المواطن. يعني إحنا مش عايشين في جزيرة معزولة، إحنا إلنا أخو وأخت
وأم في هالقرى عايشين ويعانوا نفس الظروف اللي بيعانوا منها كل المواطنين الأردنيين. يعني ما احنا غريبين عن هذا المجتمع، ونعي تماما الصعوبات التي يواجهها ومقدرينها، وبنعرف انه التأقلم معها ليس بالأمر السهل، ونبذل كل جهد ممكن للتخفيف من هذه الصعوبات. لكن يا أخواني، العنف لا يخفف من هذه الصعوبات، الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة لا يخفف من أي شيء أنت بتعاني منه، بالعكس يزيدها ويزيد صعوبة في تمويلها. اللي بدي أقوله أنه بعد ما حدث أمس سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة، وسيتم تعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال. لن يسمح لأي شخص أن يستغل الاحتجاجات والتعبير السلمي اللي إحنا نقر فيه ولا نمانع فيه ونحميه، أن يستغل مثل هذه الاحتجاجات لأخذ البوصة باتجاه العنف والإضرار بالممتلكات والأضرار بأمن الدولة، والذهاب بنا إلى حالة من عدم الأمن لنا ولأسرنا ولممتلكاتنا العامة والخاصة، ومآلاتها الصعبة التي إذا حصلت لا سمح الله قد يكون النهوض منها صعب. ولذلك اليوم ليس كالبارح، أطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن كل الأماكن التي تضم أعمال عنف، فصل الاحتجاجات السلمية المسموحة والتعبير السلمي عن أعمال العنف. الحكومة ومنذ اليوم الأول منذ بدء الاحتجاجات تعاملت مع الموقف بحكمة وبمسؤولية. يوم الأحد 4/12 الشاحنات أعلنت الإضراب مباشرة، تم الالتقاء فيها وأنا كنت أحد الناس اللي التقوا فيهم. قلنا لهم ما هو المطلوب؟ قالوا لنا المطلوب أن نعامل معاملة التموين فيما يتعلق بنقل البضائع. قلنا ولكم ذلك. وثاني يوم قالوا بدنا الفوسفات نزيد النقل، وقلنا ولكم ذلك. ووافقوا أصحاب الشاحنات وأعلنوا فك الإضراب، ثم حصل بينهم احتجاجات داخلية، تم الالتقاء مع الأطراف اللي يعتقدوا أن النقابة لا تمثلهم، وأقروا بنفس الطلبات وتم الموافق عليها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث كافة القضايا الفنية المتعلقة فيها. يعني الحكومة ما انتظرت لليوم الثاني، وتم الاتفاق معهم أن يتم فك الإضراب، إلا أنه وتحت ضغط من الأشخاص اللي حواليهم واللي بدهم يأخذوا هذا المطلب إلى شيء أكبر من ذلك، وذهبوا به إلى أعمال عنف، وأصبح يتم تهديد سواقين الشاحنات اللي بيحبوا يمارسوا عملهم، كسرت شاحناتهم، سايق شاحنة بده يشتغل، بده ينقل، بده يجيب رزق لأولاده، عنده مسؤولية وطنية، شو ذنبه تتعرض سيارته للتكسير على طريق الغور؟ شو ذنبه يتعرض هو للإصابة؟ لماذا لا يسمح للشخص الذي يعتقد أن مسؤوليته الوطنية ومصلحته في أنه يمارس عمله طبيعي أن يمارسها؟ وإذا أنت محتج وأنت ما بتداوم، أنت مسموح لك حق الاحتجاج والتعبير. لكن للأسف الشديد الطرق تعرضت إلى قطع، الشاحنات تعرضت إلى تكسير، النقل العام أيضا تم الاتفاق معهم وبشكل سريع على آلية تم مضاعفة الدعم المقدم لهم لكي لا يتم عكس أجور النقل على المواطن، وأيضا داوموا السواقين إلا السائقين النقل العام في بعض المناطق اللي ما زالت تشهد هذه الاحتجاجات. يعني كل ما طلب أعطي، بقصد أنه ما نخلي الدعم العبء ينتقل إلى المواطن. ثم ما زلنا لغاية الآن نعاني في الموانئ، وتعاني بعض المخزون في المملكة، ويعاني السائقين على الطرقات في نقل البضائع. الكثير من الشركات الوطنية قررت أن تتحرك وأن تنقل بضائع من العقبة إلى عمان، ولكن تعرضت إلى الأذى في كل لحظة. هذا الأمر لن يسمح به بعد اليوم. المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال ستشهد تواجد أمني كثير وكثيف، ويتم الاستخدام القوة المناسبة لمنع مثل هذه الخروج على القانون. حق التعبير مسموح، وحق التعبير السلمي مقدر، وهو محكوم بالدستور، ونحترمه كحكومة ونحترمه كدولة.
لكن ألا يكون هذا الأمر يستخدم في أعمال العنف. الوضع الاقتصادي صعب صحيح، لكن احنا نتأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي أسعار المحروقات قاعد تنخفض، وإن شاء الله نهاية الشهر يكون في انخفاض، والأشهر القادمة اللي تتلوها أيضا يكون فيها انخفاض وتخف حدة هذه الأزمة، وإحنا نسعى بكافة الاتجاهات ليس فقط بهذا الاتجاه للتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي على المواطن. وهنالك أمور هيكلية، وهنالك رؤية اقتصادية إن شاء الله أنها تأتي ثمرها، وهناك تواصل مع كافة الأطراف للتخفيف على المواطن. والحكومة أصعب قرار تأخذ الحكومة يا إخوان هو أسعار رفع المحروقات، والله الجلسة اللي تقر فيها رفع المحروقات إنها أكثر جلسة بتأخذ وقت وفيها مشادات وجذب، لكن بالنهاية هذه الحكومة تغلب المصلحة الوطنية. هسه في ناس يقول لك الحكومة ما الحكومة، أنا بقول لكم هذه الحكومة تغلب المصلحة الوطنية، وما بتد عليك لليوم تدفع، بتد عليك بعد 6 أشهر شو بده يصير فيك. ولو الناس تعرف المآلات اللي لا سمح الله إذا ما ذهبنا بهذا الاتجاه راح تقول لك يا ريتكم في ذلك، راح تقول يا ريتكم أخذتوا هذا القرار. فإحنا هذا القرار مش قرار يأخذ بسهولة في مجلس الوزراء، هذا قرار أكثر قرار يصير عليه اجتماعات ويأخذ وقت وتغلب فيه المصلحة الوطنية. ما في حكومة حابة إنها تشوف هذا المشهد اللي شايفينه اليوم. الأسهل إنك تخفض هالمحروقات وتتحمل مديونية وتتحمل مآلاتها، الصعبة اللي ما بتحملها. وأنا قلت الحكي هذا بشهر 4، أنا جزء من نسيج هذا المجتمع وشايف وعارف وعايش فيه طول حياتي. ما أنا اليوم يعني ساكن لا أنا بعرف الهم، لكن بعرف الهم اللي ما بقدر أتحمله، ومشان هيك إحنا ذهبنا إلى رفع أسعار المحروقات، وقاعدين نعمل على معالجة آثارها الجانبية، وإن شاء الله زي ما قلت لكم انخفاض جاي، كل الأسعار العالمية تشير إنه انخفاض إن شاء الله بنهاية الشهر يكون في انخفاض، والأشهر القادمة إن شاء الله زيها، وفي فرص والحكومة تسعى بكافة الاتجاهات. إحنا يعني جلال سيدنا زي ما قلت لكم كان لديه غضب شديد على اللي حصل امبارح، وكان توجيهاته لعطوفة مدير الأمن العام والأجهزة الأمنية أن يتم ضبط الجاني، والأجهزة الأمنية تعمل حثيثا على ذلك. احنا بنعزز تواجدنا الأمني في مناطق اللي بتشهد أعمال عنف، وراح يكون في إجراءات قريبة في هذه المناطق، لكن هذه الإجراءات هي فقط موجهة لمن يستخدم العنف، وهي فقط موجهة لمن يخرب ويدمر الممتلكات العامة والخاصة ويروع المواطنين. الأمن العام جهاز، ويحكي مدير الأمن العام قبل شوية، تضرر كثيرا في هذه الأزمة، وهناك إصابات في الجنود وفي الضباط، وهناك أيضا إصابات في الآليات، وهناك حرف لجهاز الأمن العام عن واجبه اللي المنوط فيه. بالأخير أنا بدي مرة ثانية أكد أنه الحكومة ملتزمة باحترام حرية التعبير، لكن يجب أن لا يختلط حرية التعبير بالعنف. يجب على الإخوان اللي بده يعبر سلمين أن يبتعد عن المناطق التي تشمل عنف وتخريب للممتلكات، سائلين الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الطيب المعطاء كل الخير، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أترحم على رفيق السلاح الشهيد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح الذي قضى في سبيل الوطن وحماية هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره. والجميع يعلم أنه في هذا الأمن العام هو جهاز إنفاذ قانون، ويعمل من خلال قانون الأمن العام، وعلى رأس واجباته هو المحافظة على أرواح وممتلكات وأعراض الناس، وأيضا المحافظة على النظام العام والسلم المجتمعي، وأن يبقى هذا الوطن واحد أمن واستقرار لأبناء هذا الوطن ولمن هو مقيم على أرضه سواء كان من الدول الشقيقة أو الصديقة. لكن أحيانا إحنا بين الحين والآخر يكون هناك أشكال تعبير ومظاهر للتعبير، ونحن نحترمها وفقا لأحكام الدستور طالما هي في إطارها السلمي، وهذا حق التعبير محفوظ. ولكن أحيانا عندما تخرج
هذه المظاهر لتصل إلى إخلال بالأمن والنظام العام يستوجب علينا في جهاز الأمن العام أن نطلع بالواجبات المناطة فينا وفق أحكام القانون وأن نعيد الأمن والاستقرار للوطن. لذلك نتدخل ونتدرج في استخدام التعامل مع هذا الشكل اللي أصبح يخرج عن الوضع الطبيعي. ولذلك إحنا بين الحين والآخر يكون هناك مظاهر تعبير، لكن إحنا الآن في الحالة اللي نحن فيها كما أشار معالي وزير الداخلية منذ أن بدأت الأزمة المتعلقة بالمشتقات النفطية وتعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي وقدمت كل ما يلزم لمثل هذا المطلب، لكن وللأسف أنه انحرفت في يوم الثالث عن المسار وأخذت هناك أشكال تظهر من المعبرين من خلال قطع الطريق والاعتداء على المنشآت العامة والحاق الضرر أيضا في الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة والعمل على تعطيل حياة الناس وأيضا الحاق الضرر في جميع يعني مناحي الحياة وخاصة في المناطق الجنوبية كما شاهدنا، ووصل الحد حتى أنه يتم استخدام العيارات الدارية وإطلاق النار باتجاه الشرطة وبشكل مباشر، ولدينا الشواهد على هذا الجانب، ولدينا عدد الإصابات منهم من قضى وتوفى في سبيل الله الشهيد زميل رفيق السلام، وآخرين ما زالوا على سرير الشفاء، وآخرين عولجوا وغادروا، ووصل العدد إلى 49 حال من ضباط وأفراد الأمن العام. هذا الشكل ملفت للانتباه ولا يحاكي واقعنا وطبيعة تصرفنا. أيضا هناك عدد من الآليات سواء كانت آليات تتبع للأمن العام تجاوز عددها 70 آلية، وأيضا آليات مملوكة للمواطنين أيضا تجاوز عددها أرقام كبيرة تتجاوز أيضا 80-90 آلية من كسر زجاج أو اعتداء أو حتى الاعتداء على السواقين والحاق الضرر بمالهم وتعطيل حياتهم، أيضا المنشآت والآليات التي كانت تستخدم بالصفة السياحية أيضا تم الاعتداء عليها وهناك أرقام بهذا الجانب. لكن احنا الحمد لله بنقول ما زلنا احنا نتعامل مع هذه الحالة ولن نألو جهدا ان نضرب بيد من حديد على من تسوي له نفسه الإخلال بالأمن والنظام العام. نحن مكلفين بأحكام القانون ان نطلع بمهامنا وواجباتنا بما يحفظ الأمن والسلم المجتمعي وان نعيد الحياة مستقرة لأبناء هذا الوطن. حقيقة واجب الأمن العام بالدرجة الأولى مكافحة الجريمة، أصبح هذا الواجب إلى حد ما معطل إلى جزء من كوادرنا، وأن تنصرف عن واجب الرئيسي في مكافحة الجريمة وخاصة جريمة المخدرات. والكل يعلم أن آفة المخدرات هي آفة أصبحت تقلق مجتمعنا. نحن نعمل على مكافحة هذه الآفة بكل ما أوتينا من قوة وجهد، ولكن أحيانا بعض الظروف التي تكتنف بعض التصرفات اللي أصبحت تخرج في مجتمعنا وهي بغير عهدها. لكن هذا الجانب إحنا مهم جدا، وزي ما أشار معالي وزير الداخلية إحنا سنتعامل ونستمر في التعامل ونعمل على تنشيط كل منطقة أصبحت تشكل حياة مقلقة لأبناء القاطنين فيها أو تعطل حياة المواطنين بشكل عام. سنعمل بشكل مستمر على هذا الجانب. شكرا جزيلا.